ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا حل لمشكله كبيره جدا اغلبنا بيواجه. المشكله دي هي ان احنا ما بنقدرش نحفظ كويس، وان حفظنا بننسى، وبعد فتره ممكن ما تفتكرش خالص اي حاجه من انت ذاكرتها. بتظهر مع الطلبه، بتظهر مع طلبه الجامعه، في بتظهر مع اي حد شغله بيعتمد على ان هو يفتكر معلومات وداتا كتير. الكلام ده كله حله في كلمه واحده، وهي الخرائط الذهنيه. النهاردة هنتكلم عنها بشكل مبسط، وهنطبقها بشكل عملي مع الابليكيشن اللي معانا. كل الكلام ده هنعمله، بس اتأكد لو انت لسه مش مشترك ياريت تشترك، تفعل زر الجرس وتضغط لايك، ويلا بينا نشوف الخرائط الذهنية فعلا هتغير حياتك. مبدئيا كده حابب اعرف لك المشكلة جاية مني. مخ الانسان بطبيعته ما بيستوعبش قوي موضوع التكست والكلام ده، ولو حتى حاولت تحفظه هتبذل مجهود كبير جدا. المعلومة الحقيقية اللي بتلزق في مخ الانسان، واللي المخ فعلا بيعرف يفهمها طول الوقت، هي الصور. المخ بيستوعب كل المعلومات اللي حواليك عبارة عن شوية صور. هديك مثال. لو انت النهاردة مثلا بتقرأ الكلام اللي قصادك، الكلام ده انت بتعرفه عن طريق ايه؟ ان مخك حافظ صور للحروف دي كلها، وبيترجمها وبيجمعها مع بعض وبيكونها لك كلمات برضو موجودة في ذاكرتك. في بعض الحيل والخدع اللي بتتعمل، انك ممكن مثلا يروح كاتب لك جملة كاملة مثلا، وفي حرف عمله لك بشكل مختلف، ناقص نقطة، ناقص حاجة، بس انت مخك مصور لك ان الكلمة طلعت سليمة. ليه؟ لانك انت المخ حافظ الكلام كصور، فهو شاف الصورة عرف على طول، جمع ان دي شبه الكلمة اللي انا بشوفها. عشان كده في خدعة كتير بتعمل الموضوع ده، كتير مننا شافها. معنى كده ان انا لما احب اخلي المخ يخزن حاجة بدون ما ابذل مجهود جامد، لازم احطها له على هيئة صور. طب حلو قوي كده، احنا وصلنا لاول نقطة محتاجينها. نقطة رقم 2، ان المخ دايما بيبقى مركز اكتر كمان لو الصور فيها الوان. يعني تعالى كده تخيل جبنا كتاب للأطفال بتاع التلوين، صفحة فيها صورة مش ملونة، وصفحة اللي قصادها الصورة متلونة. هتلاقي دايما ان انت تفاصيل الصورة الملونة ثابتة اكتر في دماغك. ليه بقى؟ لان التفاصيل الداخلية للصورة كل تفصيلة منها واخدة لون مختلف، فبالتالي بقى ليها شيء مميز في دماغك وانت بتتفرج على الصورة. نقطة رقم 3، هو ان قدرة المخ على الربط بين الاشياء المكتوبة بتبقى صعبة شوية. ان انت قريت كتاب، انك تعمل كده ربط بين كل حاجة وبعضها ما تبقاش احسن حاجة. طبعا حل المشكلات دي كلها هو في الخرائط الذهنية. وعلى ذكر الخرائط الذهنية، مخترع خرائط الذهنية هو توني بوزان. طبعا تقدر تسيرش على الاسم ده على الانترنت، وتقدر تجيب معلومات اكتر عنه. هو واحد من اهم المصادر اللي انت لازم لما تكون هتكلم عن الخرائط الذهنية لازم ترجع لها. وفي برضو ابلكيشن ستوري تيل، انا سمعت عليه كتاب قوة الخرائط الذهنية للكاتب محمد سلامة. طبعا في حالة ستوري تيل اللي فيكم متابعيني عارف ان انا ذكرت النقطة دي، وان ده كان اول كتاب اسمعه على ستوري تيل. وخرائط الذهنية عامة انا بستخدمها من فترة طويلة من قبل الكتب دي، ولكن تعمقت فيها اكتر واستخدمتها بشكل احترافي اكتر عشان اقدر اوصل اللي انا محتاجه، خصوصا ان الواحد مع مرور الوقت بيفقد قدرته اكتر على الحفظ والتركيز والتجميع في الحاجات اللي مليانة تفاصيل. نرجع بقى للخرائط الذهنية دي، ايه اهم القواعد اللي انت مفروض تعملها وانت بتنفذ الخرائط الذهنية؟ اولا انت عشان تشتغل على الخرائط الذهنية، يا اما ممكن تشتغل على ورقة عادي خاص، تجيب الوان بقى، ولو انت بتعرف ترسم وخطك حلو كده ومنظم وتطلع حاجة شكلها فنيا، لان الخرائط الذهنية جزء منها برضو نفسي، ان انت تبقى الامور منظمة. فانت لو يعني نعكشة يبقى خليك تستخدم اي برنامج تشتغل عليه، وده كتير. واحنا النهاردة معانا برضو واحد من البرامج اللي ممكن يفيدنا جدا في الموضوع ده. المهم ان انت هتحول كل النقط والمشاكل اللي احنا واجهناها دي لنقط قوية جدا باستخدام الخرائط الذهنية. طب هنعمل ايه؟ الخرائط الذهنية بتعتمد على ايه؟ ان انت اول حاجة خلاص بتحط موضوع رئيسي. وليكن مثلا انا بلخص، خلينا اقول مثلا من الامثلة، مثلا انا بلخص مادة الكيمياء، مادة الفيزياء. مادة الكيمياء بتنقسم عندي مثلا، او الفيزياء بتنقسم عندي لاربع اقسام. فهحط الكيمياء في النص، وبعدين هطلع منها اربع اقسام. هكتب كل قسم لوحده، ومن كل قسم يتفرع منه
قسم كذا، موضوع كذا، موضوع كذا، موضوع كذا، وهكذا لغاية ما أنهي الشجرة أو الشكل العام ده كله في الخرائط الذهنية. طيب تاني نقطة معانا، أني بعد ما أنا استعنت بالتقسيمة دي أبتدي أحط ألوان لكل فرع في المادة دي، لون مميز ليها ما يتكررش، خط يكون واضح، وكل فرع من فروع المادة دي حاول تخليه من كلمة واحدة تختصر قدر الامكان. يعني مثلا ايه، ما تقولش بقى مثلا ايه مثلا هتكلم مثلا هتلخص مثلا شخصية مثلا نجيب محفوظ، عايز تلخص حياته في خريطة ذهنية، ما تجيش بقى تقول نجيب محفوظ تربى في كده، لا ده ما ينفعش الكلام ده. انت تكتب مثلا نشأة نجيب محفوظ، مثلا الشخصيات اللي اثرت في حياة نجيب محفوظ كده. انت دي النودز اللي هتطلع تبقى كلمة واحدة بحيث ان مخك يسترجعها اسرع، ما تحاولش ان هي تكون فيها جمل طويلة كلام كتير. الكلام الكتير ده انت مجرد ما تشوف الكلمة اللي انت كتبها دي تكون معبرة وواضحة وتدل على اللي انت عايز توضحه، مخك هيسترجع ما تذكره عن الكلمة دي. استخدام الالوان زي ما قلنا، كل حاجة بلون، وبعدين نبتدي نستعين بالصور، يبقى دي حاجة كويسة جدا، الايكونز او الصور لو انت مشغل على الكمبيوتر، وهوريكم كده مثال هنعمله عملي على الابليكيشن اللي معانا. تحط بقى ايكون مثلا بتتكلم عن مثلا بتلخص حياة شخص، بتلخص كتاب، بتلخص اي حاجة، تتحط صورة معبرة عن كل حاجة. الصورة عمرها ما بتروح من الدماغ، فالشخص هيفتكر بالصورة وهيفتكر بالكلام اللي كان ملحق بالصورة، الصورة كلها هتبقى مجمعة. دي بيسموها البيرد فيو، الطائر وهو طائر من فوق شايف الصورة كاملة، شايف كل حاجة. فانت بالطريقة دي هتقدر تشوف صورة مجمعة للموضوع كله. التلخيص دايما لما تكون بتلخص حاجة كده يفضل طبعا في ورقة واحدة، الخريطة الذهنية عامة في ورقة واحدة، دي هتخليك عارف انت بتعمل ايه، فانت هتبقى منظم جدا، عارف ان انت النهاردة الموضوع الفلاني كذا، خدت اول نقطة فيه وهي كذا، النقطة رقم 2 كذا، النقطة رقم 3 كذا، النقطة رقم 4 كذا، كده انت عارف انت ماشي ازاي. مخك مرتب جدا، هي هتساعدك على الترتيب، على الحفظ، على التذكر، هتخلي مخك منظم اكتر، قادر بعد كده يتعود على تدريب الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية زي اي حاجة محتاجة تدريب، مرة في اتنين في تلاتة هتبتدي تتعود ان انت تشتغل بطريقة الخرائط الذهنية. وانا بنصحكم جدا ان انتوا تتابعوا معايا الشرح في الابليكيشن معانا النهارده، هو ابليكيشن مايند دومو. طبعا في ابليكيشنز كتير جدا اونلاين، وفي ابلكيشنز كتير ويب سايتس، في حاجات كتير وبرامج عاديه، انت ممكن تفتح برنامج نوتس عادي جدا وترسم وتعمل كل اللي انت عايزه. انا مش يعني ايه مش بعقدها لك انا لازم تعمل، لا ممكن تستخدم اي حاجه ممكن ترسم بيها، زي ما قلت لك حتى ورقه وقلم، المهم حاجه ان انت تتعلم الاساسيات. طبعا انا اتمنى ان انتوا تقروا اكتر، لان انا اكيد مش هقدر في مده الحلقه دي ان انا اوضح لك كل حاجه عن الخريطه الذهنيه، لان دي فيها تفاصيل كتير جدا. ولكن انا بس حابب ان انا ابتدي معاكم، ولو نبتدي بس ايه نقول كده يلا نعمل حاجه بسيطه نوصل بيها لاول خطوه في الخريطه الذهنيه. فهنشرح في الابلكيشن، وبالمره نتكلم عن امكانياته ونعمل بيها خريطه ذهنيه فعليا من موضوع بسيط جدا. والبرنامج ده والابلكيشن ده مخصوص اصلا ان هو ياخد منك نوتس، ولكن على هيئه خريطه ذهنيه او مايند ماب. طبعا زي ما انتم شايفين هنا علامه البلس اهي، بيدينا ثلاث اختيارات. اول واحده نيو ماب، ده لو انا عايز اعمل واحده فروم سكراتش فاضيه تماما. تاني واحده عندي لو انا عايز اتشوز تمبلت معين. وثالث واحده لو عايز اعمل نيو فولدر. طبعا احنا هنعمل نيو فولدر، هنعمل المايند ماب بتاعتنا كده حاجه ايه بسيطه عن الثانويه العامه مثلا او السكندري سكول. هنفتح النيو فولدر ده وهنعمل نيو تمبلت، تشوز تمبلت. عندنا بقى حاجات كتير، حاجات خاصه بالمايند ماب، افكار مختلفه، في حاجات خاصه بالاورجنايز، يعني مثلا عايز تعمل اورجنايزيشن، عايز تعمل شجره عيله، في حاجات خاصه بالاديوكيشن، حاجات خاصه بالبيرسونال والورك، افكار كتيره بقى انت خد اعمل اللي انت عايزه فيها. زي ما انتم شايفين كده حاجات كويسه جدا. انا مثلا عشان انا عايز اعمل حاجه كده خاصه بالاديوكيشن او الثانويه العامه، ممكن يعني ناخد من تحت مثلا، او ممكن ناخد من فوق لو احنا عايزين اورجنايز حاجه بسيطه. خلينا مثلا ناخد الشكل ده مثلا، خلينا في الشكل ده.
طبعا انا كده عندي نود اسمها الثانويه العامه، تمام. هلاقي من تحت كده في عندي اختيارين، اختيار الاولاني لو انا عايز اضيف نود فرعيه منها واقدر اعلم عليها تاني، اطلع كذا نود زي ما انا عايز. وفي اوبشن طبعا ان انا الاوبشن التاني ده لو انا عايز اطلع نود بتعبر عن ريليشن معينه، وليكن مثلا ايه تتكون اسم الريليشن او اسم الحاجه دي. عندي طبعا ريليشنز كتير هتكلم عنها دلوقتي. انا مثلا محتاج اقول انها عباره عن علمي وادبي، خلينا مثلا نكتب هنا علمي وهنا هنكتب ادبي، وهنشيل النود التالتة دي مش محتاجينها، ندوس على علامة الباسكت. بعدين ممكن نحرك كده شوية النودز دي بحيث ان هي ما تاخدش ما تبقاش لازقة كده في بعضها قوي، نبعدها شوية، ندي مساحة كده لتفصيل احنا عايزين نعملها. بعدين طبعا نقدر نحط الوان، لو عملنا وقفنا على النود نفسها ودوسنا علامة الرول اللي فوق دي تظهر لنا شوية حاجات تخص الستايل وتخص التكست اللي احنا شغالين بيه وتخص الخطوط اللي حوالين الشكل والباك جراوند واللاين. هنمشي واحدة واحدة. انا مثلا للسين مثلا هنقول ان احنا والله هنشتغل بالالوان دي كده. ايه غير لي الثيم، ممكن اروح مغير الثيم تاني لو انا عايز، انا عايز ستايل معين زي كده، تمام. خلينا نرجع مثلا لمثلا سيم يكون الوانه كتير زي ده مثلا، نعمل باك نرجع. هنلاقي هنا مثلا عندنا طبعا باك جراوند، انا لو عايز اعمل باك جراوند بغير اللون الابيض زي ما انتم شايفين، عملنا كده مثلا حاجة تكون هادية بحيث ان ما تأثرش على الالوان، تمام. عندنا برضو هنا نرجع بقى للكونكشن الرئيسي مثلا، انا عندي هنا هو بيقول لي الخط اللي واصل بين الشكلين عايز لونه يبقى ايه، ممكن اغيره زي ما انا عايز من هنا مثلا. طبعا دي كلها بس انا بعرفك، لكن انت حر بقى تعمل الحاجة اللي انت عايزها على حسب احتياجاتك. انا هنا مثلا عايز اطلع نود جديدة، وليكن مثلا عايز اضيف نود جديدة اسميها علوم، علم علوم مثلا، ونود جديدة مثلا اقول فيها مثلا علمي رياضة، تمام. وبرضو اقدر احركها كده واعمل مسافات لنفسي، واقدر اديها برضو الوان عن طريق الرولة اللي فوق دي. اقول مثلا انا عايز الفيلينج كولر بتاعها مثلا لكم مثلا الوان مختلفة، خلينا مثلا نتكلم في موف مثلا. طيب انا كده التكست بقاش باين بالنسبة لي، اروح للتكست واقول له لا خليه لي مثلا التكست مثلا بالاصفر، وهكذا. نفس الكلام برضو بالنسبة للعلوم لو عايزين نعمل كده. نيجي بقى مثلا عايزين نتفرع منها تاني، لكم مثلا الرياضة دي انا عندي فيها عندي رياضة هنا مثلا عندي فيها اقسام مختلفة. انا ضفت بالغلط، نشيل الكلام ده الاول. الرياضة مثلا عايز اضيف لها اقسام مختلفة، حاجات بقى مختلفة. طبعا القسم اللي بيطلع منه بقى انت ممكن بقى تشتغل على الالوان، يعني ممكن تعمل مثلا درجات موف فاتح بس ان انت تبين ده تبع ده. فمثلا انا هنا عايز مثلا اقول له الرياضة مثلا فيها مثلا ميكانيكا، وعايز اقول مثلا تفاضل مثلا. طبعا في جبر في حاجه كتير بس انا يعني هكتفي بمثالين. نفس الكلام هنا، اقول له والله العلوم ده مثلا هنلاقي فيها مثلا حاجتين، العلوم مثلا فيها احياء وفيها مثلا لو ماده تانية مثلا نقول لكم مثلا نقول جيولوجيا مثلا. وفي مثلا مواد هي دايركت مشتركة بين المادتين دول مثلا. طيب ايه تاني ممكن نضيفه احنا للشكل بتاعنا؟ زي ما انتم شايفين ابتدت الشجرة تكبر فيها تفاصيل اكتر. انا مثلا عايز اضيف حاجة مثلا، عايز امينيمايز الحاجات دي ما تظهرش بحيث ان انا ما شتتش نفسي ولا اشوف دي الاول. عندي هنا ستة متفرعين، اول ما ادوس عليها تظهر لي.
نشوف مثلا ايه تاني اقدر اعمله. اقدر مثلا اضيف انا اشكال زي كده، ممكن احط اي شكل انا عايز احطه. يعني لو انا وقفت هنا كده وقلت له انا عايز اضيف شكل معين، طبعا انت هنا مثلا ده، خلينا نجرب على الايتم اللي على جنب ده كده لوحده. انا مثلا عايز اغير، اخلي الشكل ده مثلا بدل ما هو بيضاوي شكل كده مثلا، او اسود او اقواس. او طبعا انت كل ما بتغير في الشكل بقى انت بتعمل لنفسك ستايل مختلف، يعني مش لازم بقى الاشكال التقليديه، وممكن بقى تعمل اشكال كتير. خليني بقى ارجع معاكم شويه لباقي التفاصيل بتاعت البانل. طبعا انا هنا مش بشرح بقى خارطة ذهنيه قد بس انا ايه بفتح معاكم مواضيع. طبعا تقدر تضيف حاجات تانية زي ده من علامه البلس اللي فوق دي، تقدر تضيف ريليشنز، وانت عندك ريليشنز معينه عايز تضيفها، تقدر تضيف ايكونز، تقدر تضيف لينكات. يعني انا ممكن ادوس على الصورة مثلا، او ادوس على لينك تكست معين يوديني للينك لحاجة تانية، اتاشمنت كده، كنت اعمل نوت كاملة. طبعا كله بيتلخص حوالين الرولة دي، التكست اي سيتنس التكست عادي، الالاينمنت في النص يمين شمال، عايز مثلا اكبر الخط اصغره، اغير نوع الفونت. يعني بص مثلا انا كبرت الخط، اخلي مثلا خط لونه ازرق. طب انا مثلا عايز اخلي الالاينمنت مثلا في النص، لا اجيبه يمين اجيبه. طبعا هبان اكتر لو كلمه صغيره. عندي مثلا هنا الالوان الباليت اللي انا بشتغل عليها، وزي ما قلت لكم هنا موضوع الباك جراوند. طبعا ده كان باختصار المايند ماب كده، ممكن ازاي تعملها على برنامج زي ده. انت لو ابتديت من الصفر خالص انت تقدر تعمل هنا اللي انت عايزه من الصفر، مش مديلك اي اوبشنز. لكن طبعا الاوبشنز زي ما قلت لك من تمبلتس هنا كتير، ممكن تعمل حاجات كتير وتعمل بيها شغل عالمي، يعني شغل فعلا يظهر كفاءتك. لو انت مثلا في شركه او انت بتعمل اي حاجه، موضوع زي ده، لو انت تعمل اي حاجة، موضوع زي ده هيبقى خطير جدا، وهيبقى وسيلة للشرح جميلة جدا. انا اتمنى ان يكون الامور سهلة، يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الشرح. البرنامج سهل وشرح نفسه، يعني مش محتاج قوي ان نقدر نتكلم فيه اكتر من كده. بس كده حلقتنا خلصت. دي حلقة من الحلقات اللي انا فعلا بقى لي فترة كان نفسي اعملها، لان انا مقتنع جدا ان الخارطة الذهنية دي حاجة من الحاجات اللي فعلا بتفيد الانسان، خصوصا مع مراحل العمر المتطورة، وانه بيكبر وبيبقى قدرته على الاستيعاب اقل، ده طبيعي ودي سنة الحياة. فاتمنى ان كل حلقة عجبتكم، اتمنى ان اكون قدرت افيدك بمعلومة ولو بسيطة. اكتبوا في التعليقات لكم اي سؤال في الحلقة دي او في الحلقات التانية، سوش دعموني، انا محتاج دعمكم جدا الفترة الجاية عشان خاطر القناة تكبر اكتر او اكتر، وعيلتنا تنضم ليها ناس جديدة. وأنا دايما مبسوط جدا بتعليقاتكم وبدعمكم ليا، وإن شاء الله بفضل الله وبفضلكم القناة دي هتكبر أكتر وأكتر. أشوفكم على خير الفيديو القادم.